في أحد الأيام جلست رئيسة الدير العتيدة المدعوة مكرية بين أخربة الدير وأخذت تصلي هكذا: أهلني رباه، أنا أمتك المسكينة، أن أرى أحد الآباء الذين سبق لهم أن عاشوا في هذا الموضع. فجأة سمعت في داخلها صوتا يقول لها: احفري هناك تجد ما ترغبين فيه، كما أشير لها بشكل عجيب إلى زاوية في مقدمة باحة الدير. ثم اشتد الصوت يلح عليها: احفري فتجد ما ترغبين فيه. وجيء بعامل حفر في الموضع المحدد، فاستبانت على عمق حوالي 170 سنتيمترا رفات فاحت منها رائحة طيب لا يوصف. يوم اكتشفت الراهبة عظام القديس وأخذت تستخرجها من الأرض، أمطرت الدنيا وأوحلت الأرض، فتعذر عليها إتمام عملها، فجعلت العظام كما هي في كوة فوق القبر، وغادرت على أن تعود في الغد لإتمام ما شرعت فيه. دونك ما حدث إثر ذلك كما ورد على لسان الراهبة. في المساء كنت أقرأ صلاة الغروب، وكنت وحدي في هذا المكان المقدس. فجأة سمعت خطى تخرج من القبر وتتقدم إلى الباحة، إلى أن وصلت إلى باب الكنيسة. كانت هذه الخطى قوية ثابتة، فشعرت بالخوف وبالدم يتجمد في رأسي ويشلني، فلم أستطع أن أستدر صوب مصدر الصوت، وإذا بي أسمع صوته يقول لي: إلى متى تنوين تركي هناك على هذه الحالة؟ فاستدرت وتطلعت إليه. كان طويل القامة، عيناه صغيرتان مدورتان، وعلى طرفيهما تجاعيد خفيفة. كانت لحيته تغطي عنقه وتتوزع بلياقة إلى الأمام وإلى الجانبين، سوداء داكنة متجعدة. كان بكامل هيئته الرهبانية. في يسراه حمل نورا مشعا جدا، وبيمناه كان يبارك. في اليوم التالي بعد صلاة السحر أخذت الراهبة العظام فنظفتها وغسلتها. الغسل يكون عادة بالزيت والخل، وأودعتها قوة عتيقة في الهيكل، وأشعلت بقربه قنديل زيت. وعند المساء رأته في الحلم، كان واقفا في الكنيسة إلى اليسار ويحمل على صدره إيقونة له تتلألأ من الفضة القديمة، وكانت الإيقونة مشغولة باليد. بجانبه كان شمعدان كبير عليه شمعة من شمع العسل الصافي أضاءته الراهبة. ذاك سمعته يقول: أشكرك شكرا جزيلا، اسمي أفرام. هذه كانت رفات القديس أفرام الجديد، الذي ظهر مذ ذاك للعديدين وعرف عن نفسه وخبر عن استشهاده. اكتشاف رفاته تم في مطلع العام 1950. منذ ذلك الحين وظهورات القديس وعجائبه تتتالى. ولد القديس أفرام في 14 من أيلول سنة 1384. تيتم صغيرا من جهة أبيه، وكان له 6 إخوة. مولده كان في تركالا، تساليا اليونانية. في سن 14 أرسلته والدته إلى الدير
على تلة أمومي لتحميه من العثمانيين الذين بعدما استولوا على المنطقة شرعوا يسخرون الشبان الصغار من المسيحيين الأرثوذكسيين لخدمة الإمبراطورية العثمانية. بقي قسطنطين مورفس، وهذا كان اسمه في العالم، بقي في الدير 27 عاماً، صير خلالها كاهناً راهباً وأعطي اسم أفرام. في العام 1424 وفد إلى الدير جنود عثمانيون فاقتحموه وقتلوا كل الرهبان الذين كانوا فيه وسرقوا كل المثمنات التي طالتها أيديهم. أفرام يوم ذاك كان خارج الدير، فلما عاد وشهد الخراب وما حل بالرهبان حزن بعمق، لكنه لم يشأ أن يغادر المكان مهما كلف الأمر. وكان أن عاد العثمانيون في الرابع عشر من أيلول سنة 1425 إلى الدير. أفرام هذه المرة كان موجوداً، فأخذ أسيراً وعذب تعذيباً رهيباً. فترة تعذيبهم امتدت 8 أشهر ونصف الشهر، وقد تمت الشهادة في 18 من أيار من العام 1426. استشهد القديس الساعة 9 صباحا، وكان يوم الثلاثاء، كان قد بلغ 42 من العمر. قيدوه إلى شجرة توت لا تزال إلى اليوم، جعلوا رجليه إلى فوق ورأسه إلى أسفل، وقد سمروا رأسه ورجليه وجرحوه بالكامل وأشبعوه ضربا وطعنوه في أحشائه بخشبة مسننة تتقد، فصارت أحشاؤه تحترق، وقد أمعنوا في جسده تنكيلا حتى بعدما لفظ نفسه الأخير. هكذا استكمل الشهيد المسيح شهادته ووري الثرى في باحة الدير، وقد بقي أكثر من 500 عام لا يدري بأمر استشهاده أحد، إلى أن شاءت النعمة الإلهية أن يخرج ذكره إلى العلن معزيا للمؤمنين ومشددا ومعينا، يوم اكتشفت الراهبة عظام القديس وأخذت تستخرجها من الأرض. تفاصيل سيرة القديس أفضى هو بها، إما بكلمات أو في رؤى أو في أحلام الليل، وأما في مشاهدات عينية تتفاوت بين اليقظة والمنام لعملية تعذيبه واستشهاده. هذا وكثيرا ما بدا القديس أفرام للمؤمنين مجيرا سريع الإجابة. تنسب للقديس أفرام أشفية كثيرة وطرد للأرواح الشريرة ونبوءات. عنايته بالمظلومين والمضنوكين واضحة. مرة خلال العام 1974 إثر حالة الاستنفار العسكرية المعلنة في اليونان، ظهر القديس أفرام لرجل كان يغط في نومه وقال له: قم سريعا واذهب إلى المنزل المجاور لأن هناك إنسان يحتضر. ظن الرجل أنه في حلم فعاد ونام، فجاءه القديس من جديد وأعاد الكرة عليه بلهجة قاسية: انهض سريعا، لماذا لم تفعل ما قلته لك؟ هناك إنسان يحتضر. فقام الرجل لتوه وقرع على باب المنزل المجاور فلم يلقى جوابا، وبعدما أعاد الكرة عدة مرات سمع أنينا يصدر من الداخل، فحاول أن يفتح الباب فلم يستطع، فأسرع إلى رجال الشرطة ونقل لهم الخبر، فجاءوا واقتحموا المكان فوجدوا صبية حاولت الانتحار بقطع الوريد لأن زوجها غادرها إلى العسكرية فأنقذوها. سيدة أخرى كانت تعاني من السعال ولا تستطيع أن تشرب ماء زلالا، كان عليها أن تشربه ساخنا وألا انفجر سعالها. جاءت إلى الدير مرة ورأت الآخرين يشربون من عين القديس أفرام،
فذكرت بحزن ما تعاني هي منه، فخاطبت القديس بحسرة وثقة قائلة: أرجوك يا قديس الله أفرام أن تجعل هذه المياه بمثابة دواء ليتسنى لي أن أشرب أنا أيضا ماء زلالا. وبعدما صلت أخذت كأس ماء بارد وشربته فشفيت من دائها تماما. إحدى الراهبات أفادت أنها كانت تعاني من آلام الكلى ولم تتمكن من النوم ولا حتى الاستلقاء، فأمضت ليلتها جالسة وحوالي الساعة الرابعة صباحا دون أن تدري ما إذا كانت قد غفت أم لا. شعرت كأنها في كنيسة القديس يوحنا المعمدان أثناء القداس الإلهي، ثم فجأة رأت راهبا مديد القامة شاحب الوجه نحيلا داكن اللحية يدنو منها، وإذا براهبة أخرى واقفة بقربها تسألها عن هذا الراهب من يكون، فأجابت: إنه الأب غريغوريوس. فانحنى الراهب باتجاهي كما قالت الراهبة ومس كتفي برفق وقال لي: كلا يا بنيتي، أنا لست غريغوريوس بل أفرام، تطلعي إلي، أنسيتني؟ في تلك اللحظة شعرت الراهبة بالفرح يغمرها فسجدت لدى القديس وقبلت يده فباركها، وإذا انتصبت وشاءت أن تكلمه غاب عنها، فعادت إلى نفسها وشعرت بالقوة في بدنها وأن الوجع قد غادرها. والراهبة إياها أخبرت أنها كانت تعاني مرة أخرى من الالتهاب الرئوي، فدخل القديس إلى قلاياتها وقال لها: اسمحي لي أن أجلس قليلا لأني تعب من اللف والدوران طول النهار، أعود المرضى الذين سألوا عوني في المستشفيات، كذلك جئت إليك لأرى كيف حالك. فأجابته الراهبة: آه يا أبي، إني أشعر بالضعف الشديد وأنا متوجعة حتى لا أكاد أتمكن بعد من التنفس. فقال لها: أجل، أعرف كل شيء، كوني صبورة ولا تخافي، سوف يكون المسيح هو الغالب. فسألته وهي تتألم: قل لي يا أبي، لماذا عذبوك؟ فأجاب: من أجل المسيح، وقد أصروا علي أن أكفر بالمسيح فلم أشأ ذلك، انظري ما حدث لي. ثم أزاح غمبازه ليكشف لي جرحا عميقا فاستبانت أحشاؤه، كل شيء من المعدة فما دون كان مدمى محروقا. وتابع القديس كلامه: لأني عبدت المسيح نجحت في الثبات بجرأة خلال التعذيب، وأخيرا كان المسيح هو الغالب في، لذلك أعود فأكرر عليك لا تخافي، سوف ينتصر المسيح. حين تتألمين من أجل المسيح فإن الأمر يستحق التضحية. إلى ذلك الحد لم تكن الراهبة تعرف أنه هو إياه القديس أفرام، إلى أن كشف لها أخيرا عن هويته وأعطاها دواء فشفيت. هذا وإكرام القديس منذ الخمسينات يتسع وينتشر. أقوام عدة من أقطار العالم أفادوا أن القديس ظهر لهم فأعانهم على صعوباتهم وأمراضهم. فبشفاعة القديس العظيم في الشهداء أفرام الجديد، أيها الرب يسوع المسيح إلهنا، ارحمنا وخلصنا. آمين. لذلك تفيدك.
Δόξα το δεδοκότηση ισχύει.